تظهر لمرياح وبرون هكا. اي خاصة على المستوى الاحصائيات نشكره هنا اخونا حلمي كشاو هنا اعطانا مدنا بالاحصائيات هذوما لي رابور على مستوى تكوين الهجمة اللي شفنا اثنين قلوب دفاع ما كانتش عندنا موجودة تقريبا مرياح على 97 هجمة كون التكوين نقصد راهو باش الناس تبدا فاهم تكوين الهجمة واللي باس ريسي قاعد فيهم انتيلي على 97 نجح في 85 براون على 76 نجح في 71 واحد نجيو لهنا على المستوى المعدل اللي نحن نقولوا لاندكس نتاع الانستات نتاعنا اللي هو اعلى واحد هو لهنا مرياح 334 بمعدل مع ذا نجم يلعب في البطوله الاوروبيه معناتها خاطر نحن عندنا هنا ذوما معدلات كيما نقولوا 19 و18 و17 على 20 ياخذ فيهم من بعد يجي اللي هو مع البراون 299 معناتها ذوما ارقام راهو صعب برشا الناس تقراها وهذا نسبه النجاح اللي توريك نجي نشوفوا لهنا الخنيسي 218 شو اسمه الملاعبي المساكني 360 فهمت دونك هنا فما ارقام كبيره برشا توري اللي المنتخب نتاعنا سيطر في المباراه الاخرى وقدم مردود ممتاز وهذا الناس الكل لازمها تعرفوا خاطر انت وقت اللي جينا الكلنا لمنا على المنتخب التونسي لكن اليوم في المباراه معناتها قدمنا مباراه ممتازه حدادي كيف باش ما نساوش 299 معناتها تقريبا راهو مستوى كبير قاعد يقدم فيه دونك هذوما ارقام يظهر لي الشارع الرياضي حكيت انت لول على مرياح ما تشوفش مرياح صحيح مهمين الارقام هذه لكن نحسوا خذا ثقه في روحه ممكن حتى ساعات اكثر من اللازم يولي يشد الكره في وقت اللي ما يجموش يشدها شوف كيما قلت انا دربت في نادي راس فيقسي مرياح وطه الخنيسي نعرفها من زوز بقدا بقدا الملاعبيه هذوما مرياح عنده ما تنساوش اللي هو كان حتى محور لاعب محور واللاعب المحور ديما يقعد هاو سي طارق يعرف وطارق بيفو معناها حتى بيفو هذا يحب يلعب الكره يحب يعمل كونستركسيون جو دونك ديما باش تقعد له هاك الحاجه هذيك باش تقعد له الزايده ديما ما تنجمش تنحيها اثرت فيها تجربه في اليونان برافو ثابت يحبوا يخرجوا الكره نظيفه يحبوا يشدوا الكره بلاسي خليه يتعلم يخرج خاطر لينا الاكس نتاعنا ساعات رولونس هي اللي ناقصتنا هكا ولا انتم تعرفوا اكثر احنا فما ساعات ما ياخذ ريسك برشا اكثر من لازم ماتش الاخر شفنا انا وياك تالق وحكينا عليها ظهر النقطة هذه لا حكينا على كيفاش تروى فواي يولي يخسر الجول نتاعه مش معقول شفت معناتها تولي لا يولي هيك فاس وجو اورينتي يرجع ديريكت يولي يخسر يرجع بالكرة يجري بها معناتها هذيك معناتها هذيك حكينا عليها سلام تعرف احنا المشكلة يرجع معناتها فهمت يولي فاس للجارديان نتاعه صعيب يولي عاطي بظهره للاتاكون ما تجيش وعنده الكرة معناتها صعيب انتم ديزونترونور في هذه سامحني في هذه سيبها خويا شنو المشكل طولها سلام تعرف هذه حكايه الرولونس تاع الكوره ثقافه في اللي جو نحن ما عودهمش هكا تمشي تفرج بيع تسمع كان بيع يودي يبيع والاولى وكذا تسمع كان البيع بعد احنا في السنيور نشوفه في المنتخب لقاو مشاكل شارنيير اللي حكيت عليها بدر وزعادي معناها من بعد ما جيتش عليه تو تلقى لونجاجمون فيزيك وتلقى الطول وتلقى كل شيء تلقاه اما الكوره نظيفه اللي باش تخرج من لوطه كيما هكا تعرفش تلعبوا مع السنغال هذا كوليبالي قبل نسمع فيكم معناتها المدرب نتاعو حكى عليه قالوا شكون صنع الالعاب نتاعك في التشكيل قالوا كوليبالي معناها هو اللي يراوي كره تخرج رولونس من ساقيه وكذا 100 مليون يورو ظهر لي طالبه فيه ريال مدريد وما خلت معناتها ما مشاش من نابولي واليوفي توا عاطيه فيه 120 ولا السيتي بلوتو عاطيه فيه 120 مليون يورو تو ما تباع شوف المدافع هذا معناه وين وصلت القيمه التسويقيه نتاعو ليزافريكان الكل عندهم دي كوستو معناها واحد اما تو لي زوروبيان ولا ياخذوا لي تكنيسيان ديفونسور لازمك تكنيس الانجليز ياخذ حارس مرمى انت تعرف شنو يلعب سقيه تو لي ديفونسور هذوما يتعبوا الحقيقه ما عندناش كاليتي هذه مريح خليه يتعلم خلي يعمل رولونس مره الاولى الثانيه الثالثه غلطه تو يتعلم فما ملاعب ياخذ لحظه باش نجيك محمد ثابت ما سمعتش رايك من بكري بخصوص التشكيل مو اذا كان ما يلعبش اذا كان ما يلعبش الشعليلي والله اذا كان ما يلعبش الشعليلي انا مع ديفونس 3 دونك 3 4 3 ايش باش يجي في ماتش كيما ماتش السنغال لا ما شوف شي ماتش 4 3 والا 3 4 3 في الفاز ديفونسيف تنجم ترجع 4 4 2 تنجم تحكم فيه تنجم تلعب 5 4 4 1 تنجم تلعب 4 5 4 1 المشكل مش في لي شيما تكتيك المشكل في لي لورغانيزاسيون لورغانيزاسيون ديفونسيف اوفونسيف فهمني وفي الريبلي ديفونسيف تو مشكل في علاش احنا نلعبوا لي بيفو احنا لي بيفو نتاعنا براتيكومون ما فكوش كور في الدرني 60 50 متر ولا في الزون تاع الادفيرسير الكور كل فكيناها في الريكوبيراسيون صارت في الزون نتاعنا
هنا اذا كان احنا في كل برشا في الزون بتاعنا دونك تنجم تخلي ثلاثه التالي اللي هما اليوم براون الحدادي ومرياح وباش تدخل بطبيعه نوتر ميليو تيران اوفونسيف هذاك اللي كونسين نتاعو يرجع في لي ترانزيسيون ديفونسيف يرجع وتتبنى دو لين كو سوا لين دو 5 4 او بيان لين دو 4 5 لامبورطون هنا يبدا المونتالمون حاضر سي سور بلون سور لاسبي كونيتيف يبدا ان ميليو تيران اوفونسيف اللي حاضر راتو مومون باش يعمل ريبلي نتاعو. شنو حبيت تضيف محمد؟ حبيت نضيف على سخيري، فما برشا ناس ممكن ماهيش قاعده تعطيه في حقه اعلاميا بصراحه، معناها تخلينا نكونوا واضحين، الملاعب هذايا تقريبا نلقاوه الملاعب هذايا تقريبا نلقاوه في كل مكان في التيران هكا ولا طار. صحيح. هذوما الملاعبين اللي نحبوهم نحن كمدربين. دكتور خاصة كي الشيحي يقول لك. الشيحي. ذكرني بالشيحي. بصراحه. والله كيف نفس التفكير. تلعب مع واحد انا راهو شوف الشيحي كلامك صحيح. سخيري تلعب مع واحد يضيع. الشيحي قبل اللعب مع يضيع. يحب يلعب ديما وحده بالحق. رغم اللي في جماعته يلعب ثلاثة في اللاكس هو يلعب زوز يلعب في مونبيليي بزوز بيفوات ملاعب برشا على كل مساوي تقريبا على 69 تمريرة اون جو اوفونسيف ديما نحكي راه اوفونسيف خاطر هذا اليمنى ناجح في نسبة 60% تقريبا نسبة 60 تمريرة 87% احصائيا على 100% تقريبا هو المعدل في الاندكس الثاني على مستوى المنتخب على مستوى الستة مباريات تقريبا دخل في الدور الثمانيه كان في تشكيلة الكان في تشكيلة توتال معناتها بصراحة ملاعب هذا قاعد يعطي في مردود غزير جدا على مستوى الرسم التكتيكي نتاع المنتخب قاعد يفيدنا صحيح فما ناس كلمة ما تحبوش ممكن خاطر اللي كالم ديما تحسوا كيما يدخل كيما يخرج ما يحبش يعمل مش هكاك خاطر هو ساعة في فرنسا اختاروه دوزيام جوار عنده عامين هو يختاروه دوزيام مليون السنة أخذ دوزيام تاع لي باس لونغ صحيح وهو تعش عيطوا له فرنسا ولا باش تعرف العباد معناها المغرومة بالكرة الأوروبية عيطوا له بوسكيتس ما يمسش برشا كورة ما يظهرش برشا مي إيفيكاس على الآخر عيطوا له بوسكيتس يغطي على جميع المستويات سي بور سا وملاعب عاقل وكالم واحد ماهوش نتاع ما يفيقت به احنا أوروزمون تكلمنا عليه عنا عام نتكلموا بالكدا عليه توا العباد في الكان هذه بدوا يفيقوا بالفالور بدوا يفيقوا بالفالور تاع لي سخيري شوف طارق أنا لاحظت حاجة على السخيري تويك معناتها حاجة عملها إن شاء الله يعملها ماتش السنغال اللي تخل برشا مرات اونتور لي ديزاكسيون ان شاء الله يعملها خاطر بحكم اللي الرؤيه اللي عنده الشامله للملعب اذا كان يعودها على شلام نولوش يحكي عليه ثابت في تخرج الكره نولو كاك يتحلوا ديزاكسيون يدخل ما بيناتهم صغير وصارت وخرجنا كره نظيفه لو كان نرجع للماتش فما سيكونس صارت بدت من عنده هو اخذها من لاكس دخلت للبيفوات من شو اسمه الدو ميليو اوفونسيف تاعنا ومشت خرجت على كشري كملت وعملت معناتها كانت نجم تجيب دونجي منهم ان شاء الله يكملوا الماتش مش معناتها باش نلعبوا مع السنغال معناتها ما نخرجوش كوره هيك وحاجه اخرى محمد اللي لاحظتها علاش كي نعملوا حاجه باهي ما نعاودوهاش معناتها انا كي نشوف براون وش اسمه ومرياح الترني لي جو كور جو لون علاش ديما تقعد في القصير راه وين يعمل لك باس غدار نقولوا حنيا في البروفوندور وقوي ولا على الجنب دياغونال ينجحوا به سجلنا به هدف سجلنا به هدف ما تحسبش نتاع الخازري باس من مرياح لا بونتولو كيف جا بونتولو لا بونتولو ما تقدرش كيف جا فيك الغادي دياغونال خرجت على الخازري تعدى كشريدة سونتراج بونتو علاش هذه ما نعملوهاش خاطر احنا نعيشوا ديما وجه الادفرسير محمد نلعبوا ديما في وجه الادفرسير ما يلزمناش نلعبوا ديما في وجه الادفرسير يلزمنا نخرجوا مك الزون اللي فيها الادفرسير للزون الاخر هني نجحها شكون محمد انت تعرف نجحها الجوار نتاعنا اللي في الكولوار خاطر انا توندونس في الثلاثه ماتشات الاولين يدخلوا برشا الوسط وكان نرجعوا نحللوا الماتش تشوف كيفاش الخزري عنده الاسباس اللي هنا ويحب يمشي ياخذ كره في الظهر وتولي مساكني غادي والاخر غادي تولي فما كومبر حل اللعب حتى كان تحصر انا كديفونسور اش نعم عارف اللي عندي مساك ني غاديش نعم تك من غير ما نشوف دياغونال من غير ما نشوف وهنا صح صحيح تعطيك الصحه وعندنا هنا كما تحكي الكاليتي تكنيك نتاع الكونترول انت هو يقول لك حتى شو اسمه شو اسمه جابوا شو اسمه رياض محرز قال اول حاجه هي الكنترول اللي حكيت على الكنترول نتاع شو اسمه نتاع المساك اول حاجه صحيت الكنترول نتاع كيفاش باش تاخذ الكره وبعد كيفاش تمشي للادفرسير واحنا عندنا لي كاليتي علاش نحوها علاش احنا قاعدين خاسرين حاجه محمد عندي صديق زاد كان سمح لي كان قصيت كلامك طلياني ومختص في التحليل هذا
حل الكنترول نتاع نتاع الخزري نتاع البونتو وقت عمل الكنترول اورينتي فير لانتيريور ودار كشري دار كشري حللها قال لي عندي برشا ماريتش كنترول اورينتي الانتيريور بالطريقه هذه صحيت عندنا لي زيت محمد علاش انا شفتها شفت رانا وين نخرجوا كي نحلوا ننجحوا في البحر علاش تحبنا خاطر جيو ماك تعرف محمد لو جيو دون لاكس في الظهر اونتر لي ليني إذا فما سينكرونيزاسيون تاع 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 ايكيب واش تاع ايكيب ناسيونال خط تتعاود وتعاود وعاود باش تلعبها نسيرتو واش الانفورماسيون الاولى تاخر احنا ننسيستيو برشا على برشا برشا صحيت ما عندناش لو شمون شمون ديزيدي فماش عاد خليني انا قوي هنا في حلان وفي نفس الوقت مع ليكيب هذه رانا اذا كان كنت تلاحظ محمد الماتش اللي فات طارق وشفته راك ثابت تلقى شو اسمه كشريده والحدادي وصلنا نلعبوا تعرف وصلنا نلعبوا زوز دوز اكسيو ومعاهم الصغير والاخرين الكل معناتها مع هذه مع السنغال مستحيل نلعبوها يلزم يلزم باش نولوا احنا رايضين حل مساكني حل اللي باش يلعب كي قال محمد ما لعبوش الخزري مش مشكل يلعب السليتي اقرب واحد ولا تحب تمشي ديفونسيف اكثر تعاود تعطي ثقه مره اخرى للبدري اما لكن في نفس الوقت خليني حتى نحل ليكيب ادفيرس علاش صحيح خليني خليني نحل ليكيب ادفيرس علاش نحب ندخل لها وين قوت في نفس الوقت ليكيب ادفيرس راهي ضعيفه وين محمد دورت اللي ليني نتاع خاطر عندهم دو معناتها السنغال عندهم زوز يلعب حتى هم يلعبوا بريسك 1 2 معناتها يلعبوا في 3 مليو تيرا يطلعوا الزوز يطلع هنا يعملوا بريسك ولا يلعبوا نحكي الكره عن كيعمل يرسلوا فهمت يعمل 1 ويطلعوا 4 1 يولوا باش يبريسي وغاديك نجم نلعبوا لهم كل الكره اللي في الظهر في نفس الوقت كما قلت انت تويكا في الرجوع نتاع في الكره عندهم يتنطروا يلزم يرد بالنا منها يجوا من تالي راهو هذولا كما قلت انت الصخيري وش اسمه والشعلالي والفرجاني ما نتلهوش بالكره بركه راهو الكره هنا راهم الاخرين باش يمشي يولي ان دوزيام ولا تروازي يدخل ماني ويدخل هو تلقاهم في السرفاس تلقاهم يعملوا سوبريتيميك فيسح فيسح ما يعملوها في المهم على الكاليتي التكنيك نتاع السونتراج نتاعهم عندهم دو جوور كيما كايتو ولا ساني في لابان نتاعو ينجموا يعملوا لنا ديفيرونس في الحاجه نمرو خمسه شو اسمه فما سارتان نمرو 5 نتاعهم يتنطر ديما ديفونسيف قسما مع لا ضاع علي كايتا بالدي كايتا يلعب لا كايتا يلعب على جنب بالدي هذاك اللي تحكي عليه فما هذه في الوسط جاي 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 صحيح جاي 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 هو اللي مارك البونتو تلقاه يعمل يجيك من تادي كيما بغدار معناتها معناتها بالنسبه لي ما يتشافش ما يتشافش يا محمد ما يتشافش لازم نرد بالنا منه ان شاء الله ان شاء الله يا محمد وطارق وثابت ان شاء الله خاصه اللي كنت الفيزيوناج اللي باش يعملوها على ليكيب ادفيرس راهو مهم جدا مهم جدا راهو في حاجات كيما هذه راهو في ماتش وقت في الوقت الفيزيوناج وقت يصير يصير اليوم العشيه صار صار يصير حتى في بالهم لا اكيد راه فما ديكوباج وفما حاجات ويجاها وش يعملوها ويعملوا شونتر ناكد لك راهم حاضرين نقول لك بعد الماتش ديريكت ما وحاجه اخرى كل شيء جبتوه جبتها انت مهدي على حكايه الكيب راهو شوف لازمك تعرف حاجه الكيب ماتش الكرواسي مرات هي كيب بعد صارت مشاكل نحان عليه معلوم في مشاكل عنده جماعته بس نورمال عنده جماعته تاثروا ما ناكد لك المشاكل صارت في الكيب كانت عندنا مشاكل في التور الاول تصور فني فني شو نتاع علي معلول كوتش انا قلت علي معلول جبت حتى على شو اسمه على الوليد محمد محمد فما حاجه اسمها عامل الارض انا كنت نتمنى علي معلول موجود يلعب في الاهلي المصري حتى نجاز وقتها نجاز كان ينجم علاش انا مثلا فما جوارات كما قلت مشيت احنا مشينا قداش تو عندنا سان كارير دروارا في اللوجيك في هذا عندنا صحيح شريدي ودراري وش اسمه كلهم خمسه لعبناهم كان فما ماش لعبوا الخمسه يلعبوا الخمسه يلعبوا وتروا زر يرقوش من جهه اخرى اللي هو شو اسمه ماتش بولندي ما نعرفش انه ماتش وصلوا كلهم يلعبوا معاهم الجهه الاخرى معلول يلعب وش اسمه والحدادي يلعب ومعاهم بن محمد يلعب هذيك سنه ثاني خط 8-1 ما نعرفش انه وصلوا يلعبوا الكل معناتها انا كنت نجم نعمل حاجه اخرى معناتها اما جاوبنيش راك هبت السؤال قلت لك تتصوروا فني شو عم تعلي معلول الله اعلم فني من انا قلت انا مكشخ معناتها ما قلت عليه افضل بن محمد مازال عنده وقت افضل في الكوتي اوفنسيف افضل برشا من الوقت هذا من محمد واحنا ما استعملوهش كان جي على المعلول نستعملوه استعملناه تو الحدادي جبتها الحدادي الحدادي عمل كان حلوه برشا حتى في لابور اوفنسيف لكن وين كان خايب في الباس الاخر راهو تلقاه صدقني يا محمد وكان نرجعوا ما هيك ما نقولكش
كان نرجع نعمله شوفوا قديش طلع الحدادي وقديش طلع كشريده. البارتي الاولانيه انا عندي نذكر انا 86% من الاتاك نتاعنا من بارتي جوش. صحيت فهمتي واش نقصد معناتها نحكي كشريده كان افكاس في الكلام نتاعو وهذاك اللي طالبينه. معناتها كشريده عنده حاجه علي عنده منها الحاجه علي عنده منها حاجه لكن برافو للحدادي على المجهود اللي عمل فيه. كشريده ينجم هنا غدوه الحي يرد بالنا يلزم واحد يطلع واحد يقعد مش الزوز نحلو على خاطر غدوه اذا كان ان شاء الله معناتها نلعب وعندنا الكوره حاجه اخرى مهمه جدا. محمد هو شدان الكوره مع الكيب هذه اذا كان كان لاحظت الخنيسي كي يحكي حكيها جبتش على مدغشقر جبد على ماتش غانا عارفين ان ماتش مدغشقر سهل تعدى ماتش سهل مش ريفيرونس جبد على ماتش غانا معناتها يلزمنا نكون كونسونتري على كيما كونسونتراسيون توتال كيما ماتش غانا باش نجموا نتعدوا الماتش هذا. سلام بالله فما حاجه على المستوى البرمجه هذه نتاع الكان غريبه ياسر تو نعرفوا انه فما في الايام نتاع فما فوضى تو بين الدور الاول واللاويتيام منتخب تصير تحت اسبوع وبعد بين اللاويتيام والكارد فينال ودومي نهارين راحه معناها تعمل ديكراساج وبعد تعمل لا وبين الدومي وبين الدومي والفينال تفتح جمعه اقل اقل ترتاح اربع خمس ايام نهار الجمعه نهار الاحد هو الفينال نهار الجمعه ترتاح اربع ايام. اما لهنا معناتها بالحق فما انسان ما حكيناش عليه برشا ظهر لي هو المعدل البدني نتاع المنتخب التونسي بالعكس حكينا عليه بالسلبي على الاخر وقت اللي تفكروا في الدور الاول الناس اي خاطر كلامه مش معقول يطلع معقول لا مش معقول لا مش معقول ما يسمعش لا لا واحد اخرى لا برك لا برك ذاك العباد اللي يسمع قال البيك دو فورم نخلطوه في ماتش فات يا ودي لا بيك دو فورم لا حتى شيء لو جروب كان عنده مشاكل اي لا صار وعلى لين ودي انا نقول لك انا عشت المعادل البدني عشت هني انا احكي لك في 94 انا كمان عندي مشاكل دقيقه بعد نهارين لعبنا مقابله كامله علاش ما كانش مشاكل مش فاهمهاش بدنيه لحظه نجاوبك رضا الجدي يحكي لي على 2004 قال لي مع روجيه لومير عملنا نفس الشيء ما معنا نفس المخطط راهو تدريجيا بدينا ماتش رواندا الاول الناس كي تفرجوا في الكيب ناسيونال ماتش افتتاحي الناس بهتوا شنو هذا بيك دو فورم صارت في الماتش الرابع مع السنغال وشكون ضمن لك باش نربحوهم بالعكس بالعكس انا نخدم خدمتي معنا بريباراتور فيزيك والبقيه اذا كان انا والمدرب يا خويا المدرب يقول لي عندي اوبجيكتيف نتاع فينال نخدم على دوره ما لا نخدم بصفه انهزاميه رينا المغرب ورينا مصر ثلاثه مقابلات هكا طالع وبعد روحت اخوي ماهوش ريبير لحظه ساعة. اول حاجه كلامه غلط وتو كان مش يقول ما قلنا لكم راه كلامه غلط ساعه رينا فوار بروجيل اومير والكيب اللي معاه بالريغور بوقتها تو اثنين هذا بريباراتور فيزيك ما يعرفش يتكلم ما يعرفش يتكلم ما يتكلمش ليش بيكون يعرف لا 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 ما لازمش يتكلم اصلا راهو حكايه البيك راهي كارثه راهو معناها احنا ماتش موريتانيا عاود رجع شوي ايوه تصريح شو تاج موريتانيا راه كنا نخسروا اربعه مع موريتانيا راهو ضربه ضربتين واحد خرجنا راس راس والولاد فهمتوا ليه دونك بريباراتور فيزيك وكان خسرنا وقتها روحوا انا روحوا وبريباراتور فيزيك راهو يبعد على الكاميرا راهو كان في تونس هذايا لا لا راهو راح التصريح التصريح صار ماتش غانا عمل 28 دقيقه بعد نهارين تلعب ماتش مدغشقر ما ريتش غلطه اتصاليه غلطه اتصاليه لانه الملاعبين لا متفقين فيه هذا يعني مش في الكومبيتونس نتاعو يعني لا لا مش لا لا مش في الكافيه انا لا مش نحكي على الكومبيتونس خطا اتصالي صار ما حقوش قالوا ما حقوش يتكلم اصلا يحكي على البيك ولا احنا رانا توا رانا روحنا في تونس اثنين ولو انه سامحني لاحظتش حاجه وين قالوا تصريح سلام في موقع الجامعه معناها الجامعه هي اللي تخلق الماتير هي اللي جابت الماتير وهي اللي ممكن عندها في مخطط انه السيد هذا باش يتكلم باش يوضح للناس هو ممكن حب مش بطريقه اعتباطيه شادوا صحافي قالوا واش ممكن حب هو ممكن حب يتكلم لكن غلطة اتصالية كبيرة برشا ما مش موجودة راه في عمليا نجح ولا لا عمليا خاطر احنا بطبيعتنا وجولتنا حاضرين راهو عملوا سيزون كبيرة في جمعياتهم لا تلفات مقابلة الأولى ما كناش نقولوا حاضرين طارق بلغة الكورة ملعبيتنا راهو فيزيك بلغة الكورة بلغة الكورة الملعبية تصرحت اي اي ملعبية تصرحت فما بلوكاج نحى صحيح فما بلوكاج نحى عندنا بروبليم تكتيكية لأنه الأولاد ثقال برشا شفناهم لأنه احنا النيفو نتاعنا خير برشا من هكاكا النجم لاعب اثنين يبدا معناها يتعدى باساج فيد ولا مثلا ما يعاونش كما نحبه كما البدري مثلا كي هبط سير بلون ديفونسيف مشى اوفونسيف ما لقيناش البدري اللي نعرفوه في الترجي بينما شفنا البلالي شنو عمل اللي هو يلعب معاه فرد جمعية لكن بالنسبة لي انا كل واحد لازم يخدم خدمته نبعدوا على ذي بتاع الناس كل تتكلم انت ناقش تصريح ما ناقش الكفاءة ولا ناقش لا ما عنديش مشكلة في الكفاءة ما عنديش نحكي على تصريح انا نقول لك حاجة انا قلت لك سامحني كي تخرج من سيكل نتاع مقابلات ودية وتدخل في مقابلة افتتاحية في الحالات الكل باش تكون معناها بشوية بشوية طالعة تدريجيا في المستوى البدني احنا
نجمو كي راهو حاجه باهي نحكيو عليه كي راهو حاجه ما ماهيش باهي بدا افهم افهمني ثم حاجة اسم معد ذهني سي المعد الذهني هذا يا خويا كان مبلبزها كان خرجت الامور تصرحت خويا تصرح هي كانت مش تصرح بطبيعتها واحنا ماهوش النيفو نتاعنا ذاك كنا مش نخرجوا معناها من النيفو ذاك ونبداو نتحسنوا باش تعرف علاش جبت الموضوع راهو نسق معناها اول مره يصير في الكان هذا راهو زوز معناتها مقابله في نهارين عرفت كيف حاجه كبيره ياسر شوف خرجنا من عدم الرضا للرضا للرضا ولينا ندلل لا نحكي لك الملعبيه كانت شك شوف انا قلت لك بكره كانت شاكة في الجروب كيما قلت تو انت جبت على اللمت مثلا شنو جايب مثلا خروج علي معلول علاش جبان مثلا انا عندي عكس العواضي انا الحمد لله اللي مشي على خاطر كارير اللي عملها العواضي حاجه ممتازه جدا لجمعيات العافيه لكن كتجي للوجيك دو شوز يقول لك شكون كان معاهم في فو ثالث شكون باي ولا بنا لا لا انا مر مصاب لا تاع الكلوب اللي كان الغندري احمد خليل الغندري كان معاه كان الغندري موجود معناتها اللي كان موجود معاهم مخرج ما جاش وجبنا واحد ما كانش موجود لا والنقطي كان موجود ما لعبش واللي جا لعب كان فرحان للعواضي الخطر عواضي الكارير العمري يستاهل يكملها في كوب افريقيا كامل وان شاء الله يكمل يوصل فينال فهمت ان شاء الله يكمل يوصل فينال ويلعب بالحق بصراحه العواضي خاطر كي تشوفه مع شكون لعب هذا عمل كارير ما شاء الله لا قوه الا بالله صراحه كيفاش يعطيكم الصحه الوقت يتعدى معاكم فريمون طيار على الاخر البلاتو مازالوا عندنا تقريبا 3 دقائق ونص كل واحد 30 ثانيه على مقابله السنغال نبدا معك يا كوتش والله ان شاء الله شوف يلزم نكون بيان كونسونتري بصراحه ما نضيعوش برشا كور خاطر تضيع كوره في نيفو كيما هذا مع ملعبيه كيما هذه راه تنجم تلمس الطول رد بالنا حسب نشوف رد بالنا من في حاجتين رد بالنا من الترانزيسيون اوفنسيف نتاع ليكيب ادفيرس في نفس الوقت نستغلوا احنا الترانزيسيون اوفنسيف صراحه على خاطر ليكيب ادفيرس يخلي معناتها كي يرجع ما يرجعش بكل يلزمنا نعرفوا كيفاش نتكيو كي نفك الكره ونتعدوا له هذيك راهي مهمه جدا ان شاء الله مهدي عندنا سباقيه تاريخيه على السنغال نحسبوها هذه ولا فيتينا بانش هما لا لا ربحونا مره برك هما كان في 2017 في بالي هكا لا انت ظاهر تحكي على الكان اي ربحونا مره برك ربحونا كان في 2017 تعرف ربحونا مره برك وفما اسمع وفما انت حكيت على الاسباقيه المعنويه وكذا تتفكروا بونتو فرجاني ساسي اي في مستير 94 معناها هذيك ساديو ماني يلعب في ساوثهامبتون والكوت نتاعو طالعه على الاخر تقريبا نفس الملعبيه ويدريس نفسه تقريبا نفس الجيل معناها ما نهولوش منتخب السنغال وكاو ان شاء الله ربي معنا ما عرفش متفائل تعرف انا شنو مانيش خايف توا خايف كي جيريس ان شاء الله باش يسكس افريقيا هو كيف شوالي بطلع على الاخر والناس اللي خلي لحظه ان شاء الله والناس اللي انتقدت جيريس بطريقه غير عاديه وتبدلت في البلاتويات فما حد لهنا ما نحكي بصفه عامه تبدلت الناس بدات تتبدل خاطر هو تبدل مهدي زاد لا انا خويا نكون متزن من الاول حتى على مستوى تحليل وكذا نكون متزن بشويه ما نشدش نعم مطركاش خاطر رينا مطركاش راهو الملاعبيه عندهم ديارهم عندهم عائلاتهم عندهم نفسيتهم معناها نكونوا واحده واحده على ملاعبيتنا عندنا ثقه فيهم على حلتنا ديبا واحد اخر تاعك واللي مشي والي بطل خلي والي بطل من الاخر هاي كوتش والله تيكس بوكو دريغور تكتيك مهم جدا ضد انديه كيما هكا عندهم البوا نتاعهم كم لاعبيه كفرديات ثاني حاجه جيريس يعمل التشكيل الصحيح الباهي باش يعرف كيفاش يحط الملاعبيه كيما عودنا في اخر هذوما المباريات ثاني حاجه ديما نقولها فما فرديات فما نهار يلزم شكون ملاعب يكون في فورم يعمل لنا يزنا يدزنا قدام سيما هما عندهم سايدو ماني عندهم كيتا عندهم لاعبيك من هكا ان شاء الله نحن ينجم يكون محمد جارديان بيت ينجم يكون معناها ينجم يكون في النهار يوقفها يا صح مش ضروري تكون اوفنسيف هذا مستحقينه تو خاصة راهو الشعب التونسي يحب الربح وكشفت معناتها فرحة كبيرة برشا ان شاء الله ان شاء الله الاولاد يكونوا في نهار ان شاء الله ماشي المستير ولا والله شادي نقول لك الكلمه ليه ما دام ما وقعتش المدرب قال ودجا هو المدرب قالها فهمتني لكن ديما تقول انت ما تعرف الامور هذه ما دام ما وقعتش ما دام ما فما شيء لكن فما اتصالات وانت تعرف تو الكره يمكن نقول لك انا من بدايه اخر موسم بعد ما لعبت توس الى حد الان في اربع انديه موجود واضح ثابت اي
والله بالنسبه كيفاش تشوف ماتش السنغال في كانتين هكا ما عندنا وقت. بون ماتش السنغال شوف السنغال باش تضغط علينا يعني رجل لرجل جوار كونتر جوار فهمت كيما صار لينا في ثلاثه ماتشات الاولى. علاش انا ما خرجتش ثلاثه ماتشات الاولى بالكره نلعبوا اون ابوي وحنا التوانسه ما نعرفوش نلعبوا اون ابوي برومو الكاليتي دو جو عند لي ميليو تيران نتاعنا ماهمش ماناش دي جوار دابوي دونك وقت اللي يضغط عليهم المنافس فاسيلمون باش يخسر الكره نتاعه. دونك هنا يلزمنا نكونوا اكثر تكون اكثر فريشور يكون عندنا اكثر موبيليتي سور تيران ويكون ديما جوار دو سيتيان حاضر باش يعطي كرة في الدون لي كولوار باش نتعصف عليك كذا قلت الدار بإيجاز. طيب إيجاز إن شاء الله ما نهبلوش كما قال طارق إن شاء الله نقعدوا كالم وإن شاء الله نخليو حاجة في البنك اللي نجموا نقلبوا بها طرح وأكيد إن شاء الله باش الماتش نشوفه في 90 ونتعديوا بحول إن شاء الله. يعطيك الصحة شكرا لك طارق المسعودي شكرا ثابت القهري أيضا ماشي. محمد العايري بالتوفيق ليك وتجربتك الجديدة إن شاء الله مع الاتحاد المنستيري. صحيح صحيح محمد زميل حسب تصريح لاسعد جردة زميلنا من شمس الفيام مهدي عبيد يعطيك الصحة مرحبا بلاسعد جردة في الدوري التونسي مرحبا ويستاهل كل خير وإن شاء الله تكون ربي معك وإن شاء الله أنت نشوفوك على قريب زي ما ترجع بحضنا مستحقين للكوتش أكيد إن شاء الله. شكرا علي باشا في الإخراج إن شاء الله غدوة بلاتو سبيسيال مع وليد إن شاء الله يبدأ قبل ساعة من الماتش يتواصل في الماتش وكذلك بعد بساعة من الماتش أجمل تحية إسلام المدب